مليون درهم 100 مليون اللي كنا غادي ندوزوها لمجموعات الجامعات اللي ما تحولتش بقات هذه اللي حنا حاسبينها فائض ولكن فائض مفبرك لان حنا الفائض بعاد عليهم وما حققناش الفائض وقيل انا النهار بديت هذا ما عمرش شي فائض حقيقي كاين كاين نفقات ادوات وسائل التسيير اللي وصلنا فيهم ل 748 المليون كاين فصول اللي كتصرفوا على اخرها كتصرف على اخرها دائما كل سنه الا الفصول الالزاميه اللي كيبقى لنا فيها الفائض كيتحول ما كتاثرش عليها لان هذه ما عندناش طريقه الصرف نتاعها نحن لا نشكك في احد ولكن هذه الامانه والتاريخ حنا هنا كمسؤولين كنبغوا نعرفوا هذا الشيء هذا تعرف حنا كنهضروا على اللجان السيد الرئيس يجتمعوا اجتمعنا حنا المكتب عمرو اجتمعنا عمرو كان شي اتصال بيناتنا اللي حنا ملزمين باش نجتمعوا مره في 15 يوم عندنا شي دور في هذه البلديه باش نديروا حتى حنا ونقوموا به وحنا هنا ما كنهضروش بحزازات سياسويه والله حاشا لله حنا كنهضروا من حقنا اللي كيعطيه لنا القانون واللي انت ملزم السيد الرئيس باش تنفذوا معانا باش انت يكون عندك الوقت الكافي باش تمشي ما هو استراتيجي وما هو تنموي وعندك ما دير فيه الكثير لهذه المدينه نظرا للعلاقات نتاعك ونظرا لبزاف المسائل هذا الشيء كلشي عندنا نفقات الدين من نهار جينا وحنا في هذه البلديه وحنا عندنا كريديات الدين هالنهار كنخلصوا فيه 261 مليون و 800 هاد السنه اللي تخلصت السنه الفايته كانت كثر واللي جاي نقدروا نديروا عاود كريدي اخر غادي يكون كثر عندنا النفقات ذات الطابع الاجتماعي اللي هي 540 مليون اللي كتعطى للجمعيات بدون حاسب ولا رقيب هاد الجمعيات اللي ما كنتحاسبوا معاهم ما كنشوفوهم اش داروا ما كيدخلوا معنا في شراكات حنا ما كنضربوش في الجمعيات اللي عندها اهداف وكتخدم لمصلحه المدينه هادو حنا نعاونوهم ونصفقوا لهم ولكن الجمعيات راه باش تخدم خصها تدخل معنا في شراكه وعلى الاقل ملي دير شي نشاط دير غير اشاره للبلديه هذه اللي ما كنسمعوهاش وملي كنهضروا حنايا على دائما على باش اننا نقوي من الميزانيه نتاعتنا كنهضروا على تحيين الضريبه راه المواطن ما كيتسناش منا غير الضريبه نزيدوا عليه ضريبه المواطن النهار واحد كاين الحق وكاين الواجب هذا هو حق المواطنه يخلص ولكن ادي له خدمه هذه مفروغ منها هذا النهار اي واحد كيقوم بنشاط تجاري خصو يخلص اي واحد كيبني خصو يخلص ما قلناش لا والمواطن ما كيتهربش من هذا الشيء هذا إيش اللي حقق مداخل مهمه وهو الفصل المتعلق ب الضعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب اللي حقق 102 المليون علاش لان هذا الناس واعيه من اللي خصها تخلص على الاراضي نتاعها والضريبه على الاراضي الحضريه غير المبنيه هو حقق هذا غير فيما يخص التبريد المدخول نتاعو 117 مليون و 900 لان الناس عارفه اللي عندها ارض خصها تخلص عليها طواعيه كيجيو الناس كيخلصوا اما الحاجه اللي حنا اصلا ندخلوا فيها راه حتى حاجه ما دخلنا فيها وحتى حاجه ما درناها العقار ضريبه نتاع البني هي انخفضت سنه على سنه كتزيد تنخفض في حين ان العروي تبنى على اخره حنا ما كاينش بناء عشوائي عندنا بناء غير منظم والسبب راه حنا اللي حنا طرف في السبب لان تصميم التهيئه 100 سنه وحنا كنتسناو في العروي باقي ما دارش وحتى وعندنا اخبار من على برا انه كاين تصميم ولكن وقع عليه واحد الطابو ان احنا ما كنشوفوش كيجي وكيتعدل وكيرجع شكون اللي كيشرف عليه الله اعلم كانه وثيقه سريه راه هذه الوثيقه خصها تعرض على الاستاذ الاعضاء كامله وخصها تتعلق وكاملين الناس يشوفوها وكاملين ما فيها باس اذا شافوها الناس ماشي سر هذا هذا خصنا نشوفو كاملين السيد الرئيس راه حنا مسؤولين راه كنتحملوا مسؤوليه في هذه البلديه اذا ما هناش سريه عندنا راه عمل مشترك تشاركي المقاربه التشاركيه دابا في الدستور الجديد حتى مع المجتمع المدني وبالاحرى حنايا اللي عندنا الصفه كنمثلوا الساكنه راه ما كنشوفوش الا كان جا راه خصنا نطلعوا عليه وخصنا نعجلوا به الناس بغات تخلص الناس ها الرساله القانونيه اللي كتفرض على الوكاله الحضاريه اللي من حقها هي كتخدم بالقانون حنايا اذا الناس يكونوا مضطرين باش تطبقوا عليهم القانون يمشيوا يبنيو بدون قانون ومن حقه
يبني لان هو كيجي يخلص وحنا كنجلو عليه ساقد الغرض. هادشي اللي كاين مهمه في هذه الناحيه هذه. اذا حنايا نمشيو للمشاريع اللي عندها بعد اقتصادي. لا السوق اليومي درناه شحال تاع التعهدات التزامات واحد العدد 69 مقرر لهذا العام ما نفذنا منه حتى واحد. ها هما فين السوق الاسبوعي اللي دار؟ فين السوق اليومي اللي درنا؟ سوق الجمله فين هو؟ المقبره هي مقبله على الانتهاء، ما عندناش فين ندفنوا الموتى نتاعنا. غادي يبقى اللي ماتلو شي واحد يبقى يدور به، والله اللي عنده شي دار قديمه يمشي يدفنوا به. حتى حاجه ما تنفذت. راه كاين تسيير انفراد السيد الرئيس، هذا هو السبب. هذا هو السبب الحقيقي وراء العجز نتاعنا في كل حاجه وفي كل ما في هذا المجلس هذا. وما غاديش نطول كاين الكثير من فيما يخص واحد يكون عارف القانون. اسمح لي السيد الرئيس، انا خليني نسمح لي غير بينك. انا ما قطعتكش اسي محمد. تفضل ما قطعتكش نهائي. شوف الاشياء اللي كتقال اللي هي خطيره خص الواحد يكون عارف القانون. سميتو البلان ديال العرويك ما كيجي ما كيتورش سميتو للمجلس حتى كيكون نهائي. هذيك جات اول يعني التصور ديالهم شافوها مع لاجونس يوربان وردوها لسميتو ما خبينا ما وحتى قانونيا ما كتورش. النهار غادي يجي البلان غادي تشوفوه ديروا ملاحظات غيتعلق كل واحد غادي قانوني. وانا غير كنقول كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. انا رئيس نتحمل المسؤوليه والاخوان الاعضاء يتحملوا المسؤوليه كذلك الناس اللي في المكتب يتحملوا المسؤوليه. راه ما يمكنش نردوا كل واحد المسؤوليه كل واحد ولا الجوج ولا ثلاثه. مسؤوليه جماعيه خاص الا كان شي حاجه شي عويجاج ولا شي حاجه خاص داخل المجلس يكون تقويم ديال العويجاج باش نشوف العويجاج ونبقاو كنتفرجوا فيه باش نستغلوه من بعد. هذا غير مقبول. حنا راه مجلس مجموعه متضامنه كنظن ان الحاجه اللي كتبان لك حاجه اللي ماشي هي هذيك خصنو وتجمع المكتب. عندك الحق كنائب رئيس وتضغط على الناس باش تجمع المكتب وباش تقول لهم هذه عوجه خصنا نسقدوها. وهذا الشيء اللي قلتي كله مزيان ولكن باش تقول والو ما كاين والو 90 مقرر ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه تغليط يا سي محمد. ماشي تغليط يا سي محمد. شوف اسمح لي خص الواحد يكون واقعي. اذا العروي ما كاين فيه والو من دابا هذه 10 سنين ما فيه حتى حاجه. هادشي اللي خصنا نمشيو فيه. كاين 90 مقرر حتى حاجه ما تنفذش. الميزانيه. لا الميزانيه واش كل كاين شكون اللي كاين الميزانيه هي شنو؟ المرآه ديال اشنو تعني؟ اسي محمد الله يهديك انا شوف كنعرفك بانك عندك واحد سميتو واحد لا فولونتي عندك واحد الاراده وباغي تخدم وباغي هذا. فانا كنطلب منك هاد الشيء هذا كله يدار داخليا داخل المجلس ويتعالج داخليا. الا كان شي عوجاج كيبان لك نعالجوه وبذلك باش نمشيو حنا المجلس ونحققوا اكثر مما نحقق اليوم. وهذا ممكن ونكونوا حنا كنبانوا في وجه المواطنين في وجه الراي العام اننا مجلس اللي متضامن ومجلس اللي هو يعني منسجم. هذا هو الواقع هذا هو الواجب اللي خصو يكون. ولكن في التطبيق وفي الواقع نتاعو ما كاينش من هذا السي الرئيس. عام غادي تجتمع السي الرئيس الغياب نتاعكم انتم عام غادي تجتمعوا بين بعض. كاين 29 عضو سي معلم. كنعطيو واحد المكتب السي الرئيس. نعم كنعطيو واحد المكتب. نعم القانون واضح في هذا الباب كيعطي الصلاحيه تاع تسيير المكتب الرئيس والمساعدين تاعو والرئيس والقانون اللي عطى للسيد الرئيس انه يعطيو صلاحيه التفويض للنواب نتاعو راه ماشي تقليل من شخص الرئيس بالعكس باش يكونوا سند ليه ويكونوا عون ليه باش هو يتفرغ لمسائل اخرى كبرى مسائل استراتيجيه تنمويه. ماشي الاشكاليه ديال التفويض ما بقاتش مطروحه. اما علاش ما مطروحه السيد الرئيس؟ انا من غدا نفوض لكم كلكم. ما فوضناش السيد الرئيس احنا الى جوج نواب معاك. اسيدي غدا نفوض لكم. باش غادي نمشيو في هذا المجلس؟ وشوف انا غادي انا غادي الاشكاليه ما كناش كنهضروا فيها. اسي محمد. ماشي رغبه في التفويض. انا كنتحداك غدا نعطيك التفويض واللي بغى التفويض نعطيه له ونشوفوا الاشياء غادي تبدل. حقنا السيد الرئيس. غادي تبدل عقبال كل شيء غيتبدل في العروي في نهار. انا غدا نعطيك التفويض. التزم غدا نعطيك التفويض. بحال بحال.
غتشوفوا الاشياء كيفاش غتبدل. انا كنلتزم امام الناس هما ان انا غدا غادي نفوض لكم النواب اللي ما عندهمش مازال التفويض، كاين ثلاثه ولا اربعه عندهم التفويض يمكن واحد ولا جوج اللي ما بقاش، غدا نعطيه وغادي نشوفوا واش الاشياء غتبدل. كنقول لكم خصو يكون واحد الروح ديال الانسجام بيناتكم، ملي يكون مشكل جلسوا بيناتكم عيط على فلان ولا لا خصو يجتمعوا. واش عاد خص تعيطوا ليا انايا وخص ندخل الاعضاء ونعيط عليهم باش يجتمعوا؟ ماشي معقول.